بنصبح على عليكم مرة تانية، والنهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، ولكن خلونا الأول نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل متابعة نشاط هيئة قناة السويس. كان في توجيهات من سيادته بتوطين صناعة مراكب الصيد في مصر. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض مخطط مشروع مدينة صناعية في مدينة أكتوبر الجديدة، ومعانا أيضا أخبار تانية هنعرفها في السياق التقرير القادم. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة نشاط هيئة قناة السويس. وخلال الاجتماع وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها، وده لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني. كمان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر. وجه الرئيس بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة بالتوازي مع جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع استعرض فيه مخطط مشروع مدينة صناعية بيتم إقامتها في مدينة أكتوبر الجديدة. وأكد مدبولي أن الحكومة بترحب وبتدعم القطاع الصناعي، وشدد على أن الحكومة لن تكسب جنيه واحد من ثمن هذه الأراضي الصناعية، واللي بيهمنا هو التنمية وسرعة تشغيل المصانع. امبارح برضو أكدت الحكومة أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قوات حرس الحدود من ضبط 2.5 طن من جوهر الحشيش المخدر داخل عربة فونتاس، وذلك بناء على معلومات أمنية واردة بشأن اعتزام بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة عبر المعابر والأنفاق على قناة السويس، كما تمكنت من ضبط مبالغ مالية كبيرة مخبأة داخل عربة ملاكي. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع تدريب عملي مشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظتي الجيزة ومطروح بكافة أجهزتهم التنفيذية. امبارح كمان المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية لقفز الموانع، واللي أقيمت على مدار 3 أيام بنادي فروسية القوات المسلحة، وده بحضور مدير إدارة المدرعات ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد المصري للفروسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الاتحاد المصري للفروسية والشخصيات العامة ورواد وممثلي هيئات الفروسية. وفي جولة المحافظات معانا مجموعة من الموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمستشفى القناطر الخيرية في القليوبية، والقنا بتتصدر محافظات الصعيد في تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية، وتنظيم قوافل طبية لعلاج 1860 مواطن بالمجان في سوهاج، وأحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من القليوبية اللي تم فيها الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية بمستشفى القناطر الخيرية. وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن المحافظة بتعمل جاهدة على تشغيل المستشفى بكامل طاقتها الطبية في أقرب وقت ممكن.
في قنا قال المحافظ اللواء أشرف الداوودي إن المحافظة حققت المركز الأول على مستوى الصعيد في تحصين الحيوانات ضد الحمى القلعية ومرض الوادي المتصدع وفقاً لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وأوضح إنه تم لحد دلوقتي تحصين 66,170 رأس ماشية. في الشرقية أكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة إن حملة طرق الأبواب احميها من الختان استهدفت 75,000 سيدة ورجل بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية. في جنوب سيناء أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية، وبدأت تدريبات المشروع في الاستاد الرياضي بطور سيناء بإجمالي 113 لاعب ولاعبة. في سوهاج بيواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج تنفيذ القوافل الطبية المجانية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتم فحص وعلاج 1860 مواطن خلال القوافل اللي تم تنظيمها في قريتي أم دومة والمدمر بمركز طمع. في المنوفية تم تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية خلال أسبوع، وقال مدير مديرية الثقافة إنه تم إقامة 82 نشاط ثقافي وفني ب 24 موقع على مستوى المحافظة. في الأقصر قال المحافظ المستشار مصطفى ألهم إنه تم تنفيذ استثمارات بقيمة 592 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100% في القطاعات المختلفة، وده ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة في العام المالي 2021-2022. في الوادي الجديد بدأت القافلة الطبية المجانية أعمالها بقرية الأربعين اتنين في مركز باريس بالوادي الجديد، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.